مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في المنزل ديال العائلة سميرة المشهورة بمربوحة. الجديد اللي جو المغاربة تبعوه هو التنازل ديال الزوج ديالها على الدعوة ديال التطليق. غادي نشوفوا مع الأخت سميرة الرأي ديالها في هذه الدعوة. سميرة، توصلتي بالخبر ديال هذه الدعوة؟ والعرف تيقول لك صلح خير، انت كيفاش شفتي هذه الدعوه هذه ديال التنازل اللي بغي يدير الزوج ديالك؟ السلام عليكم. هاد التنازل على الدعوه ديال الطلاق اللي دارها بالوليدات، ماشي كنشوف في الدعوه حاليا انا تنازل، ولكن بغيت نقرا الابعاد ديال هاد الدعوه. علاش وعلاش جهه التنازل في هاد الوقيته هادي، وعلاش حنا فايتين؟ يعني هاد السيد رفع دعاوى من قبل ديال الطلاق، ولكن هاد المره يعني كبرات القضيه عاد هو جابها التنازل. فانا كنشوف الابعاد وحده اخرين. يقدر حيت انا ذكرت المية مليون، حيت بزاف ديال الحوايج اللي عريت عليهم، وكاين هنا كاين يعني شي حوايج اللي يقدروا يديو كاع الحبس. يعني انا كنقرا هذا التنازل ماشي لان كما قال هو لاجل الوليدات، ولا يعني كنشوف انه يعني بحال بغى يحمي راسو من العقوبات اللي كتنتظرو، بحال يبغى يحمي الاموال ديالو، بحال ما هكا صلح بصيغه يعني كما يعني غيقراوها الناس المشاهدين، ولا ان داك السيد يعني راه باغي بصح وليداتو، هادشي راه ما كاينش. ما تنظنش يعني صلح من اجل الوليدات كما هو صرح. لا، لو كان انا صلح من اجل الوليدات، الوليدات هادو شهرين عم ما كاينش شي حد جازرهم غير في المدرسه، ولكن هذا صلح عنده ابعاد خاصه ديالو. تعطيني بعض النقاط، كيفاش كتشوفي هاد الابعاد؟ حنا نمشي معك بطريقه اخرى، انت واش مستعده لهذا الصلح باش العائله تكمل وتصحح بمجموعه من الاخطاء؟ يعني قناعتك انت بالشروط اللي كتطلبي مثلا، يعني واش كتشوفي انه هذا الشيء ممكن، نعم ام لا؟ داك الصلح يعني هو اللي طرحه، فضروري غادي يكونوا زعما كما تقال ليا المحامي ديالو، احتراماتي للمحامي ديالو، وكذلك غتكون المحاميه ديالي، وغيدرسوا هاد الصلح هذا كيفاش غيكون. يعني وكنقول انا حنا بصفتنا حنا طرف عربي، حنا عربيه، فكنشوف ان الطرف ولا الزوج ملي كيبغي يتصالح مع مراته، فكتكون واحد الوالدين ديالو كيمشيو عند الوالدين ديالها، وهكا كيتم الصلح، ولا كتكون مبادره ديال الصلح، والانسان كيشوف الشروط ديال المراه والشروط ديال الراجل. ولكن انا كنشوف يعني هذا راه ماشي صلح، هذا حمايه المصالح العامه، يعني ماشي صلح. يعني ما نقدرش نقول لك، يعني حنا كعروبيه كنعرفوا باللي الولي الامر ديالو با غيمشيو ويجلسوا على الطبله كيما حنا كنعرفوا المغاربه، ولكن ما كان حتى شي صلح عند والديه، ولا شي مبادره عند والديه، ولا تسول غير في ولادو ملي يدخلوا المدرسه لهنا يمشي شافهم غير في المدرسه. فهذا ما تعتبروش انا صلح. وكما كسمعتي في التصريحات ديالو، يعني حتى داك بغى يحمي حتى داك 100 مليون، حتى داك 100 مليون هربها، يعني ان الام ديالو توصلت بها، وهذا اعتراف منه، يعني اعتراف بلي ها هو توصل ب 100 مليون، واعتراف اللي قالت امو بلي هي يعني في 100 مليون جاتها، فهذا اعتراف بلي انا ما خديت حتى درهم من داك 100 مليون. اذا هي توصلت ب 100 مليون، يعني هي قالت اعترفت بلي توصلت بها، جات في الكونت بونكر ديالو هو، وهي اللي خداتها. اذا انا راني بريئه من انني خديت شي درهم من داك 100 مليون. اذا هما دائما كاع الحاجه اللي غناخد فيها شي حاجه غير قليله ديال الفلوس، ها انا ما كناخدش منها، حتى ولادي يستافدوا من داك 100 مليون، مع العلم انها جات لصالحي ليه، ولو ليه هو باش نديروا فيها بها مشروع في النص. لا انا استفدت، لا وليداتي استافدوا، يعني كاع المسائل الماديه ما خصنيش نستافد منها، لا انا ولا ولادي. في حين انا كأم كندافع على ولادي خصهم يستافدوا بداك 100 مليون، لا في القرايه ديالهم لا في الصحه ديالهم. بعدا ملي قلت لك الصحه، لو ان بنتي الكبيره فايقه نوريك راس بنتي انا كيدير بالتونيا، غير باش نمشي ندوز فيزيتا عند طبيب الجلد ما كانش بامكاني. بنتي غادي يقدر ندير في قناه، الا جا شي فيديو ان شاء الله في قناتي غنوريها لكم. بنتي منحوسه من التونيا في شعرها كامل، يعني داك 100 مليون ما استفدت لا انا لا، يعني هما صرحوا بفمهم باللي خواتاتو تشرت بهم الديور، وراه ماشي داك 100 مليون اللي تشرت بها الديور،
المسمين ما تشاش بها الديور. هناك مبالغ اخرى وكان تحدى حدا كل شيء ان لو كشفت البنكيه تطلع ليا وكان عندي الحق القرار انني يعني ما نتبعش قضائيا غادي نجبد حدا المغرب كامل وغادي نوريكم ها 27 مليون ها 13 مليون ها 22 مليون ها 24 مليون ها 7 المليون ها 2 المليون ونص ها نوريهم لكم. وفي حين انا ما نستفد لا انا لا ولادي. انا تنقول لكم صحيا ولادي ما كيستافدوش ما عندي ما غادي نقول لكم يعني هما تيقروا بنفسهم بان ما انا ما استفدت 300 مليون في حين انا كأم ولادي ما استفدوش وهي كأم بناتها استفدوا بثلاثة ديال الديور ثلاثة بناتها شراو ثلاثة ديال الديور وحده ب 26 مليون وحده ب 25 مليون وحده وقيلة اما ب 24 ولا 22 مليون في حين العمه ديالو مع احتراماتي سمحوا لي الا ذكرت ولكن ضروري نهضر العمه ديالو تشرات لها دار ب 25 مليون واستفدت بشي 14 مليون السيده اللي كانت خدامه معاهم في بودربالة ما عرفتوش يمكن نذكر سميتها ولا لا استفدت ب 10 مليون في 2 مليون ونص في شي 3 مليون في في في, في اجر شهريه من طرف ناس جاليه مغربيه في بزاف ديال الحوايج قبل عاوتاني استفدوا العائله ديالو الفقيه الجامع استفد العمه ديالو كانت استفدت من هيبات عاوتاني مهمه الفلوس هادي هو في الحوار كنت درجتو معاه قال لي بانني انا ويتحدى انه عمرو تسلم من عند الناس قال لك باستثناء الفلوس كتكون غير بالعائله وفي الحاله الا كانت غير واحد المساعده بالعائله ما فيهاش احسان عمومي يعني هاد الكلام بحكم انت اللي عاشرتيه كيفاش كتشوفي انت يعني شي حد من العائله صيفطها له شي حاجه كيتساعدوا بيناتهم قال لك في الاعمال الخيريه بيناتهم لا ما كاينش اعمال خيريه بيناتهم لا يعني هذيك الفلوس كانت كتصيفط له على اساس انه كاين كيساعد ناس برانيين وكانوا فيديوهاته خير دليل لك المشاهدين راه كيتفرجوا فيديوهات لك اللي تمسحوا من القناه وفيديو يعني مؤخرا كانوا تسحبوا شي فيديوهات ما كاينش كاع بيناتهم العوائل عندهم الحق صبق خوتو شرا لهم الديور والعمه ديالو وخلاص عرفتني كاين الناس برانيين اللي راهم استافدوا ماشي زعما هكا ما بيناتهم بحال اللي قال لك انا كنقبض فلوس القناه وكنقسمها على 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 الناس الخدامين في القناه ما كتقسمش بصفه نهائيه بغيت غير نذكرك بانه هذا الجانب هذا اللي انت كتعيشي معاه وكتشوفي هذا الوضع الصحي ديال البنيه وشي حاجه كتقولي زعما القمه في الغرابه ملي كتقولي البنيه مريضه ودو شنو رد الفعل ديالو وسنتي الشرط منين بنتي مرضت بالتونيا لقيتها يعني هنا 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 انا دابا ما غاديش نكذب على المشاهدين دابا ندير فيديو ان شاء الله الا بنتي راسها عامر بالتونيا ملحوس بالتونيا فاش مشيت قلت لها قال لي وحنا زمان دابا هو اضافه للاطراف الكبارين دابا حنا كنعيشوا في الدار ماشي كاننا شباب ديال هاد ديال 2021 نعيشوا بعقل الشباب لا كنعيشوا بعمر الناس 70 عام داك اللي قالوا لنا 70 عام كنديروها اللي فتتها علينا اللوسة في التليفون خصنا نديروها اللي فتتها علينا اللوسة في فرنسا خصها تنفذ يعني قالوا لي شرطي لبنتك بزوزوار شرطي لها كاكيناس زمان ودقيلها التونية فشيت بصح قبضت بنتي العام اللي فات في رمضان بديت نشرط لها بزوزوار عرفتي واحد المنظر ما غاديش بكيت على بنتي يعني قبض داك زوزوار وما قديتش ونزيدك هذه البنت الكبيرة قبض داك زوزوار بقيت نضرب لها شي شوية والتونية والبنت كتفركل وألمني راسي وفتالي درت بناقص البنت عاوتاني عندها ضربة هنايا تا هي تلحس ضربة هنا كبيرة أنا شي تنقولو ماشي بالكذوب وليداتي راه دابا نبقى ندير معاكم فيديوهات ماشي باش نستعطفكم هاديك غنخدم على راسي فيديو هنايا مضروبة ضربة كبيرة هنا جاية لقدام كنقولو زعما هي محدة صغيرة باش يكبر لها الشعر وجاية الضربة لقدام باش تمشي البنت تكبر ما تلقاش داك الضربة هكاك تعقدها لا احنا زوزوار لا احنا الدواء مشينا مشى كاع شنو في النهايه جاب لي قرعه ديال الدواء ديال التونيا من عند العطار ندهنها للبنات ب 50 درهم ولا ب 30 درهم فانا تنقول لكم راه ماشي الفقر عيب لا حاشا سنة ما كبرت مع بايا على قد الحال وليني الانسان ربي ملي كيعطيك واحد النعمه بغيت نشوف الاثر ديال النعمه في وليداتي تيلا ما بانتش فيا انا ماشي مشكل نقولي ايامي مشات ولكن وليداتي بغيت نشوف فيهم ما يعني من تشوفت لا الطبيب لا اكل وليداتي لا لباس في المستوى لا تمدرس في المستوى لا غرف بيت الوليدات موفره ينعسوا فيها شي اماكن ما فعل قولوا لي انتوما حكموا
غير نتوما حكموا. وكنشوف راسي كتوقع المساومه ملي كنوض نهضر بابسط الامور نطالب بها كتوقع المساومه، اما واما الطلاق، اما تسكتي واما الطلاق، اما تصوري واما الطلاق. فيعني اللهم نهز وليداتي ونمشي نخدم عليهم باللي كتب الله. في هذا الاطار الاخير بغض النظر على الشق القانوني والدور ديال الساده المحامون في هذه الامور، ولكن راه اللي معني بشكل مباشر هي انت نوعيه الشروط اللي تقدري تطلبي انت بانه تستمر العلاقه الزوجيه مع على وجه الوليدات، واش كتشوفي انت؟ هذاك الشروط اللي غنطلبها ما كايناش في داك الدار، ما كايناش. وكون اكيد اخويا يوسف الشروط اللي غنطلبها ما غاديش يجلس داك الطرف الاخر بوحديته يسد عليه بيت ويجلس يفكر فيها، غيكونوا تليفونات انا غنجيك. اللي عنده في الدار غيعيط لي في السماره، واللي في السماره غتعيط لي في مكناس، واللي في مكناس غتعيط لي في فرنسا، واللي في فرنسا غيعيط لمولاي في الدار، واللي في الدار غيعيط لي في مكناس، واللي في مكناس غتعيط لي في اختو مع ثاني حتى هي اللي في مكناس، واللي في مكناس غتعيط للسماره، واللي في السماره غتعيط لفرنسا، وهكذا دواليك. يعني داك السيد ما غيقبضش راسو هو يفكر باللي راه كيشتت ماشي ربعه د الاطفال، كيشتت ربعه د الاسر. راه كل طفل عندي باسره غيكونها ان شاء الله، لا غيشوف المصالح ديال العائله ديالو الاولى، شنو غيقولوا القرار والاجتماعات، وغيعقدوا اجتماعات في التليفونات وغيحضروا. وكان انا راني شي فعه كبيره هزي لها العصا، خصهم يقتلوها، خصهم يسلموا دغيا، وانا غير بوحديتي. هما راه خويا يوسف ما كانوش ناويين على هاد، كانوا حاسبين حيت قصاور، كانوا غيقولوا ناويين غيديروا لي بحال العام اللي فات، يعني صافي سيري بحالاتك، غنقولوا خائنه، المجتمع والمشاهدين غادي يديروا لي بحال العام اللي فات، ينهروني، غندخل سوق راسي، صافي ما كملت القده. الشروط اخويا الصلح ما متوفرش في داك البيت، انا ما هربني لا جوع ولا كسوه ولا طوموبيل ولا شهره ولا ماكله. راه كنا كبرنا الحمد لله، كبرت في دارنا بابسط الاشياء، ورديت بها الله لك الحمد. هربني قله الاحترام وقله التقدير والموده والرحمه ما كايناش اخويا. كنت استعمل في داك البيت وكانني اله، كنوض في الصباح مع الستة ونص الصباح، نصيفط وليداتي للمدرسة، هاد الستة ونص الصباح يوميا كنوض فيها، يوميا قاريين ولادي ولا ما قاريينش. كنفطر مع مرات لوسي، أنا مرات لوسي مسكينة، كنعذر هاداك السيدة مريضة، وداك السيدة ما عندهاش عائلتها على قد حالهم، ما عندهاش حتى فين تمشي تغضب، يعني تا إلا خرجات وكذبتني راني عاذراها، راني غادي نعذرها، وأنا عارفة هما غير كيخرجوها باش مسكينة تكذبني. وهي مسكينه ما حشمانه ما قدش تهضر. كنعاون مرات لوسي في الفطور الخدامه البصله وبطاطا، كنعجن يوميا حيت كيغديو هما الخدام وكيفطروهم، كنعجن يوميا من بين 16 الخبزه ل 20 خبزه. كنجمع الكوزينه البرانيه اللي قالوا هما الخدامه، هذيك ماشي الخدامه، هذيك هي كوزينتنا. كندخل نجمع الدار الدخلانيه، وفي العشيه خصنا التصوير، يعني وقت اللي غنقول غنتغدى وندخل نعس والقيلوله تصور ديال الفيديو، وتصور ديال الفيديو كيكون مطلوب مني شنو نقول في الفيديو. الا يعني درت غير ونضحك، يعني غير الا درت شي حركه ان داك الفيديو ما ضحكتش فيه ولا بنت فيه عبوسه ولا ما قلتش داكشي اللي غيطلبوا مني الطرف الاخر، فانا ما مزياناش، وغاداك النهار غتقرب وغترون، وغادي نولي حتى الفيديو اللي ما جابش التلاح وما جابش المشاهده كيولي كله السب والشتم عليا انا، هي سبب داك الفيديو انه ما جابش المشاهده بزاف. فإن شروط كتهضر لخويا يوسف عليهم. انا راني وليداتي ما كنتش كنهتم بهم تما، راه ما كنتش كنلقى الوقت اللي نمشط لولادي، راه ما كنتش كنلقى الوقت كنمشط لولادي، ما كنتمغد المدرسه بزربه بزربه وصيفط للمدرسه، ما كنتش كنلقى الوقت لراسي. انا حماتي اللي قالت لك شرات الدور لبناتها، حتى انا بغيت اخويا غير دار ديال 40 متر. لو كان راجل ما عندوش راني نسكن معاه في براكه مغربيه، راه معروف ان كنصبروا مع رجالهم، ولكن ملي راجل عطاه الله انا بغيت اخويا دويره غير 40 متر والبسكيت ما ونطلق شعري حتى انايا في داري. واش انت بناتك شراو الديور وجالسين مرتاحين، وعمر شي وحده ما سكنت مع شي عجوزه؟ عمر انا ما تنهينش العجوزات على راسي وعيني، وسمحوا لي حتى انا غادي نكون عجوزه، حتى انا غنكون عجوزه، وحتى انا سكنت مع حماتي حاشا، ولكن بغيت العدل. انا بغيت غير انا راجل، الراجل هذاك راجلي اللي كيقول دابا راه مازال راجلي، يدير مكان الام بوحدها، مكانة الاخت بوحدها، مكانة الاخ بوحدها، ومكانة مين ولادو.
حتى ما حسبتينيش زوجة ومبغيتيش تعطيني الحق كزوجة، عطيني غير حق كأم من الأربعة أولاد كنقابلهم لك، عطيني حقك كخادمة كتقابل لك أربعة ديال الوليدات. فإن صحك كتقول لي غترجعي، ما كاينش احترام. يعني أنا مسخرة في داك البيت كاين شي عبدة، نقابل الأب الأو من الخدامة لك البطاطا البصلة العجينة نطيب، المشاهدين كيجيو عندنا ضياف الله يكثر خيرهم، ما كيجي عندنا غير اللي بغانا، ولكن داكشي كيتطلب يكونوا ثلاثه العيالات واربعه العيالات قادات كيتسخروا. راه عندنا الطاجين ديال الحرشه، انا ما كنخبزوش حنا الحريشه الصغيره ديال داك الطاجين الصغير، كنخبزو واحد الطاجين ديال الحرشه كبير، يمكن كاين في الصباح اللي كنعجنوا بعدا جوج حرشات ثلاثه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. انا كتقول لي هادشي القمه في المعاناه، انتي ام وعندك اربعه الوليدات، واش عندك شي فكره هذا كيفاش كتشوفي هاد الحياه مع هاد الوليدات في ظل هاد الظروف هادي؟ هذاك الصلح انا قلت لك اخويا راه كاين ابعاد ديالو، الابعاد ديالو ان في الاخر يعني انا نتدفع، انا نطلب، انا يعني تدفع ان هو يدير الرجوع لبيت الزوجيه، وداك عنده ابعاد اخويا بزاف. وكما قلت لك داك الصلح كان عنده أبعد أن يتهرب من السجن، يتهرب الأموال ديالو، ما نوقعش في الخبرة وديك الشيء، عنده بزاف ديال الأبعد، غيكون انتقام كبير. يعني كتخافي ممكن؟ لا لا أنا عارفة غيكون، أنا غنخاف كنخاف غيكون انتقام كبير. أنا غنقول لك واحد الحالة عشت، ماشي حالة عشتها، الخوف ديالي اللي خلاني نخرج. أنا شهر ونص وأنا جمع حوايجي في الدار، كتصور أخويا يوسف ما لقيتش السكن فاش نجمع حوايجي، جمعت حوايجي في الخناشي ديال الزرع، وشهر ونص وأنا جمع حوايجي وقاصة في الدار. شنو تنقول؟ كنت كنستنفد آخر الأوراق ديالي في التنازلات، يقدر شي العيالات يقولوا دل، ولكن ماشي دل، هذه اجابه لشي وحدات اللي تيقولوا لي ما صبرتيش وما دوزتيش ما دوزنا حنا وما كتصبريش. ولكن بغيت نقول لكم راني وصلت حتى للدل ورضيت به، باش ما نتعايرش وما نلومش راسي وقت اخر ونقول ما صبرتش على ولادي، ولا ما صبرتش يكون عندي راجل، ولا ما صبرتش باش راسي يكون مغطي. صبرت لكل شيء، استنفدت اخر الاوراق، يعني حوايجي جمعتو في الاخر كنقول لك في الخناشي ديال الزرع، كلشي يعني. وبقيت جالسه في الدار وشهر ونص، غابت حماتي من الدار شهر وهي غايبه، شنو ملي كيتصلوا بها اجي، كندوز لها بنتي شروق كتعيط لها كتقول لها اجي لميمه، وكتقول لها تيتحل المشكل. باش غيتحل المشكل؟ يا اما ترجعي تصوري يا اما الطلاق. اختي الله يفرجها لك. هادشي اللي نقول لك مشاهدينا الكرام، حوار طويل وشيق صراحه، هاد الملف لا زالت فيه تراكمات كثيرة. الصلح خير، ولكن إذا كان ذاك الصلح على حساب تعاسة الطرف الآخر فيه نقاش. شنو هما مقترحات الصلح؟ صعب أنه يكون حكم على هذا الملف، لأنه هذا الملف تراكمات ديالو كثيرة، والقرار في الأخير بيد الأطراف بجوج. من يتحمل مسؤولية التصدع في العائلة؟ هل الشمل ديال العائلة أنه الأغلبية كتار وكل شيء يتداخل في بعضه؟ إشكاليات كبرى كتطرح. لماذا لم يكن استقلالية في العائلة بين زوج وزوجة والأبناء؟ وهذا هو الخطوات الإيجابية اللي كمقترح ممكن تكون من الزوج، الحب في العائلة سواء بين الزوج والزوجة والأبناء، لأن الضحية في الأخير هم الأبناء. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع على هذا الملف وسوف نوافيكم بآخر المستجدات. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.